الربا ربا يا أخي الكريم، هذا جايب يعني هذا النوع من العقود نظرا للحاجة الضرورة الغلاء الإيجار الشراء بثمن الإيجار، فهل يجوز هذا الشراء رغم ما فيه من ربا؟ الربا حرام. دابا والله العظيم زعما عرفت شي، دابا هذه القضية ديال الربا هنا عندنا مشكلة، بلا ما نقول عندنا مشكلة في مفهوم الحرام. يعني تكلمت علاش حمر رب داكشي اللي يسر الله تعالى بعض خطب الجمعة والدروس، حتى مازال ما بغاش تدخل الدماغ ديال الناس بزاف. شنو هي؟ ماشي غير كون الربا حرام، لا عندنا واحد المشكلة قبل حكم الربا، قبل حكم الربا عندنا مشكلة في المخ. شنو هذه المشكلة؟ بزاف ديال الناس اللي كيسولوا على الربا زعما كيقلب كيدير يوصل للربا، وكتلقى فيه شوية ديال الدين الحمد لله الخير كاين، لأن ما جاي يسول بعدا ترى بخير، لأن اللي ضرب الله خطرة ما كيجيش، ما يسولش، راه مشى للربا نيشان كاع ما يشاور. ولكن اللي جاي يشاور ويسول راه لاباس الحمد لله، الله يثبتنا وإياكم والمؤمنين أجمعين. لكن فين عنده المشكل؟ مادام أنه كيحرص هو أن داك السؤال ديالو عاود كيقلب على الرخصة، واخا جاي يسول كيقلب على الرخصة. عنده مشكلة في مفهوم الحرام، أشنو هو الحرام؟ مازال ما عرفوش. بالتأكيد عندي اليقين أكثر من 50% ديال هاد الناس اللي يسولوا على الربا، إلا عرفوا الحرام في الدين أش معناته، ما يسولش كاع، أش غادي يدير؟ ما يمشيش للربا. الحرام واحد غير متعدد. حاجة إلا قال الله تعالى حرام، راه بحال هادي، بحال هادي، بحال هادي، بحال هادي. إنما كتفاوت الدرجة ديال الحرمة، أما المعنى ديال الحرام واحد، واحد. فوقاش غادي تبدل المعنى؟ لما يولي مكروه تما تبدل المعنى، لما يولي مكروه تبدل المعنى، اما الا قال لي حرام يضر المعنى واحد. اش معنى واحد؟ ما معنى الحرام؟ اش معنى الحرام؟ الحرام خبيثة من الخبائث، شي حاجة خامجة ما عندها المصلح، خامجة. اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ربي تعالى سبحانه باش يفهم من المسلمين بأن الغيبة والنميمة وما تعلق بذلك راه خيبة خيبة، قال لي وتصور راسك هذا اللي راك كتعتابو وتجسس عليه وديرلو، تصوروا مات، تخيل هاد خوك هذا المسلم مات، مات ها واحد مات، ثم راه مسلم ماشي كافر، مات ومسلم وباغي تاكل لحمه، راك ملي كتعتاب خوك المؤمن ولا تنتهك العورة ديالو راك كتاكل لحم الجيفة ديال بنادم شي ديال الحيوان. فاذا الحرام خبيثة من اشد الخبائث. فلما انت تبغي تاكل درهم ديال الربا، درهم ديال الربا، عرف بلي راك بحال داخل واحد الخنزير كتلغف فيه، الخنزير عندك القدرة النفسية تاكله. فاذا لما دابا يجي واحد الفقيه واحد في الضرورة، في الضرورة يعني ديال الجوع، وكيبغي يقنعو باش ياكل الخنزير، كيوحل معاه، اسيدي كل الخنزير انت غادي تموت ما ناكلوش، وفي الربا كيبدا يدحس معاك باش يدي درهم ديال الربا. إذن فين مشكلته؟ ماشي في الحرام، في المعنى ديال الحرام، ما فهمش الحرام. في الحديث الصحيح درهم ربا أشد عند الله من 60 زنية، وفي حديث آخر صحيح كالذي زنى بأمه، في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتصور داكشي في الخيال ديالك غادي يخرج عقلك، وسيل الربا. الحرام واحد لا يتعدد من حيث المفهوم، يعني ذاك الدرهم اللي طاح في يدك ديال الربا وكلته ولا كليته. الاخذ في الحديث الصحيح الاخذ والمعطي سواء، صحابي الحديث الى رسول الله، الاخذ اللي كلو اللي وكلو، الاخذ والمعطي سواء. هذاك الدرهم اعطيته ولا قبضته؟ جمره 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 جمره، قال تشد الجمر باز سيدي، لا قال تشد الجمر، حقيقه شيء غريب جدا. فعندنا مشكله في الفهم ديال كثير من الحقائق ماشي في الحكم، اما الحكم عارفين الناس حرام، اللي يكون ما عارفينه حرام كاع ما يجي يدعس يسولوا عليه. الله يهدينا ويهدينا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.